من قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة: المشروق لم يكشف كل أوراقه بعد. حدا يزايد علي بهذا الموضوع. يوم غضب الأهالي من وسط بيروت إلى القلمون. وبوعدكن وعد، التصعيد بده يسكر بيروت، بدنا نقطعه. احتياطات لبنانية إضافية لمواجهة إيبولا. سيتم حصر الطائرات في مدرج واحد، وبالتالي سيتم حصر دخول المسافرين من مدخل واحد. الطائف في عيده 25. لبنان حاجة لبنانية كما يرد في قانون الدول، أي أن لشعبه دون غيره السيادة. في الخاص: ليلة الانقلاب الأزرق على المبادرة المصرية. سماحة دريان ليس لديه صلاحيات لحل المجلس الشرعي. ومن لندن: سوق داعش للنساء. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.